الرحمن الرحيم. الأخوة الكرام، يعني أنا أسمن قوات هذا الشباب الطيب. نعلمه جميعا أننا رفعنا هذه القضية لوجه الله تعالى إلا صواب الله عز وجل وحرمة المسلمين. إخواننا الكرام، أنا أقول كلام لعله لا يروق بعض الشباب المتحمس، ولكني لا أتكلم إلا بما يرضي ضميري وما يرضي الله عز وجل، ولا أبى لأن يعني يرحب بي أو أن الناس تختلف معي. وأنا لا أنا أنصح فقط، ولا يعني ليس لي سلطان لاحد منهم. اخواننا الكرام، بعد فتح مكتب مباحث امن الدوله في مدينه نصر توفرت مستندات كثيره واثبت اسلام كمال. واقف الان بينكم اخوكم ابو يحيى الشاهد الاول في القضيه، وكان لا يستطيع ان يثق بشهادته في الماضي، والان هو يستطيع ان يتحدث. اخواننا الكرام، انا الان وعلى عكس كل الناس وما تتوقعه مني، انا ادعو الى التهدئه. القانون معنا الآن، حتى بدون مجلس الدولة نستطيع أن نتقدم ببلاغ للنائب العام. يا أخوانا، نحن في ميدان التحرير استوعبنا الآن الأزمة الطائفية، ووقفنا وقفة صادقة، ووعدنا الناس أننا لن ننظر إلى دين أحد. هذا ما وعدنا به الناس، ووعدتم أنتم، ومنكم كثير أعلمهم كانوا يقفوا في ميدان التحرير. يا أخوانا، نحن لا نتنازل عن عقيدة. يا أخوانا، نحن لا نتنازل عن حق عقيدة. وحين نطمئن المسيحيين على حقهم في هذا البلد، وعلى أننا سنحمي حريتهم في البلد، هذا ليس ضعفا منا ولا تخاذلا، وهذا ما يأمرنا به ديننا، وهذا هو قرآننا، وهذه هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. مصر يا أخواننا، مصر بتمر الآن بوضع عصيب جدا. رئيس الوزراء أنتم الذين وضعتموه على الكرسي، وهو رجل نحسبه إن شاء الله رجل يرجو مصلحة مصر. لو كان الإخوة زعلانين علشان الراجل، يا إخوانا يا جماعة والله حرام عليكم، استغفر الله العظيم. كمل يا شيخ، والله عيب يا جماعة، يا عم اسمع كلامه للآخر. كل كلام المسيحيين عند المسبير ساعتين، صح؟ خلاص يا أخي، اصبر بس يا أخي، أنا بني الوجه نظري، وكثير منكم يعرف أنا مين. أنا الحمد لله إحنا لا نخاف الله لوم تلال. الكلبش هو في يوم خمسة في يوم الخميس اللي بعد موقعة الباب، يعني أنا معروف، يعني الحمد لله محدش إداني فلوس عشان أرفع قضية كمالية ضد رئيس الجمهورية في عمر الوالد. لكن يا إخوان أنا بقول لكم، الراجل دلوقتي وهو في أول خطاب، لو تفتكروا رئيس الوسط في أول خطاب قال إيه؟ قال أنا أتمنى أن يأتي الوقت على مصر أن الرأي الحر يكون في الشارع وليس في السجون. الرجل يسعى إلى تحقيق ذلك. البلد في أزمة كبيرة جدا، بنقول الحزب الوطني وفنون أمن الدولة وغيرهم ممن يتربص لهذا البلد يريد أن يستغل الوضع القائم ليحدث مصيبة. بالنسبة لوزير رئيس الوزراء والتصرف اللي الراجل عمله، سيبك من رئيس الوزراء، تعالى للحادثة. كويس؟ الحادثة حادثة زنا بين مصراني ومسلم، صح؟ كلام جميل؟